تصريح لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو من الذي اتهم فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحفاظ على صمت متواطئ وغير مبرر بشأن المغرب، محذرا أنه لا مجال للتفاوض إلا لم يتم وضع حد للإفلات من العقاب بحسب تعبيره. جاء ذلك كرد من جبهة البوليزاريو على التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، واتهم غالي غوتيريش بإخفال انتقاد المغرب بطريقة لا تغتفر، واتهم غالي كذلك الرباط بأنها مسؤولة عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر ما يقرب من 30 عاما. معنا عبر الهاتف الأستاذ فتيحي عبد الفتاح الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ فتيحي أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا زعيم جبهة البوليزاريو اتهم أنطونيو غوتيريش بالتواطؤ، هكذا اتهمه حسب تعبيره مع المغرب. في تقديرك هذا الاتهام يأتي في سياق التصعيد المستمر من جبهة البوليزاريو على المستوى السياسي والإعلامي والدبلوماسي تجاه المغرب أم تجاه الأمم المتحدة يأتي هذا الاتهام؟ أعتقد بأن العلاقة بين جبهة البوليزاريو والمجتمع الدولي هي سيئة بسبب أن الجبهة قد أخلت اتفاقات والتزامات دولية مع الأمم المتحدة، والأمر يتعلق بالإخلال بشروط وقف إطلاق النار الذي كانت الأمم المتحدة قد وقعته مع جبهة البوليزاريو سنة 1991، وأن تداعيات ذلك فيها تهديدات تتعلق بالأمن والاستقرار وبالسلم العالميين، خاصة أن الأمم المتحدة معنية بهذه المبادئ الأساسية، ولم تكن هناك مبررات موضوعية تدعو جبهة البوليزاريو إلى وقف يعني تنفيذ هذا الاتفاق، وهو الذي أصبح يشكل مزايدة سياسية معتمدة من قبل جبهة البوليزاريو للضغط على المجتمع الدولي. وفي سياق ذلك كذلك فإن جبهة البوليزاريو تتحسس بأن هناك نقاط قوة متصاعدة للموقف التفاوضي المغربي فيما يخص يعني قضية الصحراء، وفيما يخص كذلك مواقف بعض الدول الأوروبية التي بدأت تدعم مقاربة الحكم الذاتي، فيما يخص كذلك قناعات مجلس الأمن الدولي بأنه الحل يجب أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما، وينهي بتاتا مع ما كان تدعي جبهة البوليزاريو بأنه الحل يجب أن يكون عن طريق الاستفتاء، وبالتالي اليوم هي تقطع عملها مع بعثة منرسو على أساس أن بعثة منرسو في انطباعها هي معنية فقط بتنظيم الاستفتاء، وأنها طالما أنها لم تقدم على هذه العملية فإن جبهة البوليزاريو اليوم تعرقل عملها. طيب أستاذ افتيحي بعد إذنك أستاذ، يعني أمام هذا المخرج الذي بصدده نحن الآن أن الأمم المتحدة مطالبة فقط بإجراء الاستفتاء والإشراف عليه وتنظيمه، يعني أي دور يبقى الآن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في أزمة الصحراء؟ المغرب تقبله بتحفظات، البوليزاريا لا تقبله، ولكن مع ذلك هي مرغمة على التعامل معه. نعم، اليوم المجلس الأمن الدولي ومواكبته للقرارات المتعلقة بقضية الصحراء أعلن وفق كذلك ما ثبت في تقرير الأمين العام بأن محددات الحل اليوم تنطلق من القرارات الأخيرة، خاصة من قرار 2018 إلى حدود 2021 الذي حددت مواصفات الحل الذي يجب أن يكون في إطار المقاربة الواقعية، وعلى هذا الأساس أن هذه الرؤية تتوافق مع مقترح المغرب المنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، وعلى أساسه كان هورست كولا قد حدد الموائد المستديرة باعتبارها الآلية السياسية التي يتبناها المجتمع الدولي لإيجاد حوار مشترك بين الأطراف الأربعة يركز فيها أساسا على المغرب بوليزاريو وكذلك موريتانيا والجزائر كأطراف أساسية، خاصة الدور الجزائري.
إذا على هذا الأساس توقفت عملية النوائب المستديرة، وبعد ذلك كان قرار لمجلس الأمن الأخير وجه الدعوة مباشرة إلى الجزائر لأن تذهب إلى النوائب المستديرة، لكن الجزائر وجبهة البوليفاريو لحد الآن ترفض الانصياع لهذا التوجيه الأممي، والذي هو الأساس اليوم الذي تكرر كذلك في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه سيدعو الأطراف مرة أخرى إلى الاجتماع على أساس طاولة الحوار السياسي. طيب أستاذ فتيحي بعد إذنك، هناك من يقول من المتابعين والمحللين بأن لا المغرب ولا الجزائر أو جبهة البوليزاريو لهما الرغبة في الذهاب إلى حل للتسوية، لأن أي تسوية لا ترضي أي طرف، وسيبقى هناك يعني إشكال في طريقة تصريف هذه التسوية، إن كان كمقررات أو اتفاقيات أو مهما كانت تصيغها. الجميع ينتظر في اللحظة الصفر، هي لحظة الضعف التي ممكن يمر بها الجزائر أو البوليزاريو أو المغرب حتى يفرض أمرا واقعا عبر الحسم. هل ترى بأن هذا الأمر ممكن؟ نعم، دعني أؤكد بأن ملف الصحراء قضية جد معقد. هذا الأساسي كذلك هو أن المجتمع الدولي هو الآن يتوجه في تحقيق تراكم لإفراز توجه فيه ضغط على الأطراف التي يبدو موقفها ضعيف من أجل الانصياع إلى القرارات مجلس الأمن. يعني اليوم نحن نجد صعوبة في إيجاد يعني قرار مرجعي أممي آمر يمكن أن ينفذ. لماذا؟ لأنه لا زالت هناك تحولات، هناك كذلك تطورت في المواقف، خاصة في الموقف الروسي وعلاقته بالجزائر، هناك متغيرات دولية فيها هذه التوازنات، وطبعا تأتي بأثرها وتمنع الوصول إلى موقف حافي. لكن الأساسي اليوم هو أنه لا يمكن تصور أي حل إلا في إطار المقاربة الواقعية والذي حددها مجلس الأمن الدولي، وأن هذه المقاربة الواقعية توافق تماما ومقترح الحكم الذاتي، وهناك تأييدات للعديد من الدول الأوروبية وكذلك الإفريقية. وأعتقد بأن حجم التحشيد لمقاربة الحكم الذاتي بات قويا، وبإمكانه أن يحقق في نهاية المطاف قناعة قوية لدى مجلس الأمن، وأعتقد بأنه ستكون إشارات قوية خلال القرار الأخير نهاية هذا أكتوبر، ستدفع في اتجاه يعني العودة السريعة إلى طاولة كبيرة والتأكيد على الدور الجزائري. كما أشرت أستاذ فتيح، كما أشرت أستاذ فتيح، ملف معقد جدا وفيه الكثير من المتداخلين، ليس في المنطقة فقط، حتى على المستوى الإقليمي والدولي، دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أيضا، كل هذه الدول على الخط. أشكرك أستاذ فتيحي عبد الفتاح الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.